انا دبت فيا لحني يا ظالم يا غزال يا غزال حسنا قتال يا غزال ظالم يا غزال يا غزال حسنا قتال يا غزال ظالم يا غزال ظالم كان عندي غزال كفو محني دي 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 يا لعل دي مرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين وين محمود وين محروس وين الياس وين حسين مرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين وين محروس وين محمود وين الياس وين حسين ومرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين روشي روشي يلا وخلي الصبوحة شحرورة تغني ويهز البارون مرحب تعين ومرحب تعين وين نهدب بيكي وين وين مسعود وين يا هلا قمورتي يعطيك العافية الله يعافيكي ويخلي لي اياكي يا قمورة شلوني منيح الحمد لله اشتقتي لي طبعا اشتقت لك لكن ما اشتقت لكش تفضلي يا ميزة هذه هالمقشي هذه هدية مني إلي هي ما هي بي بي إيش المطرحة هيك ها هذه اسمها مقشي مش مثل مقشتنا القديمة انكسر ظهري وأنا عم كنس فيها قديمة؟ لا يا ميزة لا بزعل منك ها لا تحكيش هاي قديمة ليش؟ مثل ما عم قلك هالمقشي هذه هالقديمة غالية علي كثير معقول يعني هذه المقشي غالي عليك؟ طبعا طبعا يا ميزة لانه هالمقشي ورثني اياها المرحوم الوالد الله يرحم ترابه يعني مثل ما لك شايفه هذه نصها ذهب ونصها الثاني ما ذهب مش عم بفهم عليك شي يا بي طبعا هذا لغز تلفزيوني وزنك ذهب كما ما فهمت الشي وك يا ميزة يا حبيبتي نصها ذهب يعني طار راح ذهب ونص الثاني ما ذهب يعني لساته موجود ما طرش بعد لسه رح تشتغل بالبنت تفضلوا الغدا جاهز مرحبا يا ميزة شلونك عساكي مريضة؟ الحمد لله مريضة شو هال؟ يا سلام سلم المجدرة تتكلم أنا روح قلبي المجدرة مع البصر بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لي شو صار معك؟ شو قلت لخيك خليل؟ خليل؟ وشلون بدي اشوفه يعني؟ المنظوم عليت رايته بعد ما صار رئيس الجمعية فلاحية وأبي يرضاش يقابل مخلوق يخلق إلا بموعد مسبق بس أنت خيو والمفروض ما يكونش بيناتكم مواعيد رسمية هيك المفروض بس خليل أفندي عامل لحاله صاولي ودولي ومش شايف حد قدامه لخي ولميه كأني أنا حرف ساقط وبيستحي مني الأفندي فشرة عيونه وليش لحتى يستحي فيه أنت فلاح وهو فلاح بقى شو الفرق بيناتكم الفرق إنه هو قوي وغني وكلمته مسموعة وأنا فقير وضعيف وحقوقي مبلوعة يعني أرض كل الناس بيعرفوا إنها إلك بقى ليش؟ هلق شو بنا بالماضي يا أمي إذا خلاص اللي راح راح وأبناش نقلب بمواجهة صدقيني يا أمي إذا أني مش زعلان عشان الأرض يلي ما قدرتش حصلها منه أني زعلان ومقهور لأني مش عم بقدر صلح قطعة هالأرض الصغيرة البقياني عنا طول بالك بي كل شي بينحل على القليل مشان صحتك مش بيدي يا أمي إذا مش بيدي الواحد لازم يحسب حساب لأنه الزمن ملوش أمان ملوش امان غدار يعني معروفي يوم بيخليكي فوق ويوم بيخليكي تحت معروفي ميزة طيب انا عندي رأي هاتي لشوف ليش ما بترهن البيت حتى هص هص لا تجيبيش هسيري على لسانك بتاتا قال ارهن البيت قال عال والله هذا اللي كان ناقصني حتى تقبل معي خير يا ابو ميزة لا 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 افشي ابدا
اعطيني كاسة مي الله يرضى عليك. روجي روجي. يعني انا مش حارق قلبي الا هالكلم الطويل العريض اللي ما طلع منه ولا 20 صحايه عنب. الله وكيلكم يا جماعه، الله وكيلكم. حق السماد اللي دفعته للدواني ما جبته. يعني ارضي انظم، قسما بالله شجره التفاح يلي كانت تجيب بموسمها 400 كيلو هلق بهذا الموسم ما جابت 20 كيلو. هسه بدنا نظل نحكي بهالقصه؟ امر الله وحصل. الموسم مضروب والكرم معطوب، بس الرزق من عند رب العالمين بعد اسمه مكتوب. والنعمة بالله ما نقولش لا، بس كيف بدنا ندبر امورنا؟ كيف بدنا نوفي ديوننا؟ انا من جهتي نويت بيع ارضي، والا قسما بالله بسف تراب انا وعيالي. على عيني، بس مين بده يشتري مني؟ يعني في غير خليل؟ قولتك، هذا بتفرقش معه لا اذا انضرب الموسم ولا اذا الارض بارد. المال مكدس فوق قلبه تكديس، وكله من استغلال الناس. طبعا هاي ابو ميادة خيه من امه وبيه، ومع ذلك ما وفروش حتى الارض اللي خلف له اياها بيه، سطالوا عليها. الله يسامحه، شو بدنا نعمل معه يعني؟ ذمته واسعة، يصطفل منه لربه. هات شاي يا ابو معذب. شو صار مع بيي بعدين؟ بخصوص شو؟ بخصوص 300,000 ليرة مشان يصلح فيهم الارض. والله يا بنتي بعد ما انضرب الموسم بقيش حدا معه مصاري، والفلاحين كلهم عم يبيعوا اراضيهم حتى يعيشوا. بقى منين بده يتدين المسكين؟ يعني معقولة فيش حدا بالضيعة معه مصاري؟ في بس قلال. مثل مين يعني؟ مثل ابو دعاس مسار الاراضي وابو سعيد الدكنجي. طيب ما يروح لعندهم يتدين منهم؟ بي حقاني والناس بيحبوه. هذول ناس بخافوش الله، وشروطهم قاسية، وبيمصوا دم البني ادم مثل العلق. الله لا يشبعهم. يعني ما راحش لعند حدا؟ راح بس ما مشي الحال. طب انا عندي فكرة. شو هي؟ السبيي بحطاش واطي لعمي خليل، مش هيك؟ هيك. طب خليني روح لعنده بلكي بقنعه. بشو بدك تقنعي؟ بلكي بديننا شي 400,000 ليرة، منه نربح بحب 100,000 ليرة ومنه منصلح الأرض. إلهي صلحوا رقبته. طب بلكي بحن علينا. شلون بده يحن؟ الأرض اللي خلفها جدك لأبوكي لهفلي. طيب خليني جرب. والله ما بعرف يا بنتي، هو المفروض إنه يقدر زيارتك إله، وخاصة إنك بنت خيه وكان يحبك كثير وانت صغيرة. بس هالشي لما كان فقير ودرويش مثلنا. أما إسه وبعد ما صار معه مصاري وصارت هالقطيعة بيننا وبينه، بعرفش إذا كان بيستقبلك. طب خليني حاول، لأني حاسي بوضع بي كثير، وبعرف إنه هو عم بكابر على حاله مشان ما يضايقناش بهمه. بس بخاف يا ميادة إذا إجا بي. وينك يا بنت هاي؟ أهلين بي أهلين. يعطيك العافية. الله يعافي قلبك. يا ستة من اللي أنت هاي جبت لك هريسة اللوز يلي بحبها قلبي تقبر عظامي قبر. يسلم ودياتك بي، ليش معذب حالك؟ أفيش عذاب، عذابك راحة يا تقبرين هاي. تقبشيني قبش. شو وين كنت؟ وين بدي كون يعني؟ بالقهوة عم نطق حنك مع المعترين المعذبون في الأرض. شو؟ ميادة قالت لي شغلي أنا اقتنعت فيها. بخصوص شو؟ قالت إنه حابة تروح لبيت عمها خليل وتحكي معه. شو؟ بتروح لبيت عمها خليل؟ قسما بالله إذا بتروح لبيت عمها خليل؟ شو وين؟ شو وين؟ شو الفكرة؟ ميادة عمي لنا بريق متي. يلا أمي يلا. شو الفكرة يعني؟ ليش بتروح لعند عمها خليل؟ قسما بالله إذا بتروح لبيت عمها خليل؟ قسما بالله. عمي جوا؟ جوا تفضلي بالبستان تفضلي. اهلا وسهلا. هالنجيلات كلهم هذول قطفهم ها؟
هاي وحشهم كلهم. نظف تحت بيوت هالبطيخ كله نظفها. يا غزوان بس تخلصوا خذ البيك اب وجيب السمادات معك. ايه مرحبا عمي. اهلين عمي يادا. اهلا وسهلا. اهلين فيك. تاخذنيش جيتك ولا موعد؟ ولا عمي. اهلا وسهلا بالحباب والقرابين. فيش موعد يا عمي. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. تفضل يا عمي تفضل. شو تشرب يا عمي؟ لا عمي بديش اشرب شي كثر خيرك. شو شايف جاي لحالك؟ وين بيك؟ بيك مشغول شوي وانا حابه اجي لعندك لحالي. قعدي عمي قعدي. خير عمي؟ في شي لا سمح الله؟ يعني بلا طولة سيري ومختصر الحديث بيي متضايق كثير. قر شو مضايقه؟ الارض اللي عنده كلسية ومالحة وبدا شغل وتصليح لحتى يرجع يزرعه وتدر عليه. بصراحة بصراحة يعني خايف إذا أهمله ضيع منه مثل ما ضاعت الأولانية. شو قصدك؟ أبقصد الشي بس يعني. هلق بلا بسبسي. إذا كان بيك بعثك مشان قص الأرض الأولانية اللي فاكر بعقله الصغير إنه بيه ورث له إياها فهذا الموضوع انتهى من زمان. عمي كيف انتهى يعني؟ طبعا انتهى لك يا عمي. مثل ما لك شايفة الأرض هي امتداد لأرضي. وبي الله يرحمه ويحسن إليه أعطى كلام شفه لبيك بخصوص هاي الأرض. فقام بيك بعقله الصغير قربط بهالارض بيديه ورجليه. وبيك للامانه ما معوش طابه بهالارض. وانا لما قدمت للدوله اثباتات وتحقيقات وشهود ما كانوا سجلوا لي هالارض باسمي. مزبوط ولا لا لك يا عمي؟ يعني عمي انت زلمه واصل وبتقدر تعمل اللي بدك اياه والعالم كله بتصدقك. طيب وبي زلمه مياده ابي سواش تحكي مع عمك بهالطريقه هي؟ احسن ما ازعل منك. ها الزم حدودك وعرف شو عم تحكي. انت لساتك صغير يا عمي وما بتفهميش بهالمسائل هي ابدا. بس يا عمي بيي واقع بضيقه كبيره وصفيان على الحديد يعني ومثل ما بتعرف نفسه عفيفي وملك. بلا عفيفي بلا شريفه. اصلا عيب علي يبعثك لإلك هو قاعد بالبيت مثل النسوان. هو ما بعثنيش انا جيت هيك من حالي. ولك اسا بلا لف ودوران. قولي لي شو بدك من هالزياره وريحي لي قلبي. بديش شي يا عمي كثر خيرك. ولك يا عمي قعدي. ولك قعدي عليتي لي قلبي. قعدي واحكي لي شو بدك وبقي هالبحصه اللي بتمك عاد. ولا عمي ليش هيك عم تحكي معي وكاني عدوتك ولا غريبه عنك؟ عمي ميادة اتركي لي العواطف على جنب واسمعي شو راح اقول لك اسا. عمي انا انسان عملي وراح اعرض عليك عرض. لو كان صاح لجدي ما كانش مات. شو هو؟ انا من رايي بدل ابوك ما يدين مصاري مشان يصلح عرضه لا ابيعه احسن له وبلال وجعه هالراس. وانا مستعد عم اشتريها منه وادفع له حقه كاش وعلى دوز باره. انت بتعرف يا عمي العالم مفلسه هالايام وفيش حدا معه مصاري يشتري من حدا. الناس مات الهوا بالملعقه. يعني وانا لو ما كان بيك خيي والظفر بيطلعش من لحمه لك يا عمي ما كنت اشتريتها منه بصراحه. يعني يعني اذا كان بيي خيك وبتحبه وقلبك عليه بصحيح دينه المصريات خليه يصلح فيهم الارض بلكي بتصير مصدر رزقنا لانه نحن ما بنقدرش نستغني عن الارض. لا والله يا عمي ما حذرت منه. اصلا انا اذا نويت انه دينه لبيك فبده يرد لي المبلغ مضاعف. وانا بظن يعني انه بيك مش قد هالحمل يعني. يعني بدك تاخذ منه فايض؟ سميه مثل ما بدك بس المضطر يا عمي بده يتساهل صح؟ يعني ما عندكش غير هالحكي؟ لا والله يا عمي فش هذا الموجود. ايه تواخذناش عمي ضيعنا لك وقتك. هاي قلل مياذا بده يشتري الأرض؟ قول بده يلهفها بده يسرقها مثل ما سرق الأولانية مش يشتريها. هذا هو خليل من يوم يومه دقي المي بتبقى معي. أصلا أنا ما كنتش بدي هزيارة تم من عين أصلها. معلش يا أبو مياذا معلش من ورا هزيارة عرفنا كيف يفكر. ماشي الحال ماشي الحال يا خليل. أنا بعرف شلون أتعامل معك من هلا قرايح. أخ أخ شبك يا أبو ميادة في شي؟ لا لا سلامتك ما في شي. قلي شو واقف ناطير أنا ناطير وإلي خاطير. قلي شو واقف ناطير أنا ناطير وإلي
يخافوا. بدك تطول ولا رح تنام هنيك؟ لا بطولش، برجع على المغربيات. بدكي شاي؟ لا ابدا، سلامتك. الله يسلمك. بي دير بالك على حالك وكل على الطريق، ها مشان صحتك لفت لك عروستين، وحده بلبني ووحده بزعتر. يسلم هديات يا حبيبتي، يخلي لي اياكي. يلا سلام عليكي، يلا بخاطرك. الله معك. الله يسلمك. سبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. صباح الخير ام اياده. صباح الخيرات يا هلا. هلوين يا مهون. والله رايح على ضيعه عنكبوتة السلطان. ايه بعيد عليك كثير؟ لا مش بعيد ولا شيء، كله ساعتين زمان. برتاح شوي بضيعه هذه، شو اسمها هذه، خراده البقر. بعدين بكمل مشواري. وشو بدك تسوي بعنكبوتة السلطان؟ بدي زور مختار عنكبوتة السلطان، صيح بكثير، صار لي زمان ما شفتوش. على العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا طريف؟ شلون خيي؟ ابن امي وبيي؟ الحمد لله عمي ابو مياده، داعي لك بالخير. داعي لي بالخير. لساتك هاضمه وعم تشتغل عنده؟ طبعا عمي ابو مياده، ليش انا الي غيره؟ لا ملوش غيره قال. يعني الله يهنيك فيه يا عمي، اخي خلال. خلال كاني شايفك مشقلك اليوم، شو يعني حليت مشكلتك؟ الحمد لله رب العالمين، فرجها وزاد بعدي اسمه، بعدي اسمه الرب، بيقطعها من قرني بيوصلها من قرني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا هذا الحمار الحمار. وين رايح عمي ابو مياده؟ راح لعند صاحبه مختار العنكبوت. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. شو راح يساوي عم مختار العنكبوتة؟ بعرفش يا سيدي، بس شفت لك يا مبسوط كثير وقاعد لك على حماره وبإيده شنطة صغيرة وعم بيقول لأهل الضيعة إنه رب العالمين فرجها عليه. يعني قبلك راح استقرض مصاري منه؟ علمي علمك يا سيدي. بقلي لك بعض؟ لا بديش بيض، بزبط لي نفس الأرقيلة. حاضر. رأيك بها المسجلة يا مييدة؟ هي بهيبة كثير، بتجنن، بتاخذ العقل. إلا مهيوبي، هذه هدية مني إليك حتى تسمعي فيها مييدة الحناوي وديانة حداد ونجوى كرم ورويد عطية. رويد عطية بعد هذه سوبر سوبر ستار. اسلموا إيديك بيي، اسلموا إيديك. بس ليش معذب حالك؟ أكيد هي غالي كثير. لا أفيش شي بيغلى عليك يا بنتي، ولما بيكون معي مصاري أبقصرش بشي، وهي الله بعدي اسمه وكرمه فرجها علينا وساد بعد، يعني تراب الأرض صار مثل الحنة، وهي سمدناها وزرعناها وعين الله علينا وزاد معنا فلوس بعد بتكفينا للموسم الجاي إذا الله راد. ربي الله يجزين كيف بختار العنكبوتة، شو إنه زلمي أكابر وقلبه من الله. لكن يا أمي إذا لكن الدنيا لساتها بخير والخلية تخربيت. سبحان الله يا ميزة، يعني أحياناً القريب بيقرصك بسنه يفتو والغريب بيداويك بعطفه ورحمته. سبحان الله بقلوب البشر. ليك مين جانا يا أم ميزة؟ ولشو جاي هذا لعنا يخرب بيته مثل البوق؟ أكيد جاي يشمشين. على العافية عمي أبو ميادة. هلا طريف، شلونك؟ الحمد لله ذائلك بالخير. خير إن شاء الله. شايفك عم تجدد عفش بيتك إذا ماني غلطان. أي والله عم نجدده، ربك كريم، الحمد لله على نعمه، ربك فرجها وزاد. تفضل اعملي له عصير يا أم ميادة.
لا 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 شكرا كثير عمي ابو مياده، مستعجل شوي بس يعني كنت مارق من هون، قلت ما حلو يمر وما سلمش علي. إيه لكن انت ابن اصل يا طريف. شكرا كثير عمي ابو مياده، على العافيه ان شاء الله. الله معك وقلبي داعي لك. قال بده يسلم علي، قال سلم على اخي خليل بايك. واصل. الله لا يسلم فيه ولا عظمه هو ومعلمه. تفضل تفضل اشرب الشاي يا شباب. تعي يا ميزة تعي نجرب المسجلي. وين الكتالوج؟ تعي عيني حدك. وين العرباي؟ هذا ما بعرفش انوي لغه هذه. شو هذه؟ وين العرباي؟ وينه؟ هذه العربي هذه. نظام التشغيل، ضع القابس غير المتوفر مع الآلي بالمقبس المتوفر قرب المخرج الرئيسي لمدخل زر السماعة الأحادية الصوت، ثم اضغط اضغط المقبس. شو هذا، عربي اللي عم بقرأ ولا إيراني؟ إسا أنت بتعرف تقرأ إيراني شيء؟ هذا عربي أكيد. عربي؟ آه. طيب شو هذا القابيس؟ شو بعرفني؟ والمقبس؟ كمان بعرفوش. أصبح خشن البياع، أفيش كلام، لازم نرجعها هذه الآلي. مثل ما عم قلك يا سيدي، عم يجدد بيته كله وجاي فرش جديد ومسجلي وكراسي وضحك وتم وشبر. قر من جت المصاري؟ لك امبارح كان اندبوري، لك اندبوري ما معه متليكه بيضه سلح فيها ارضه وحالته بالويل. معقول؟ من جت المصاري عم بعزق فيها منين؟ والله يا سيدي شغله غريبه مش عارف. يا قسما بالله فرحت لك من جوات قلبي يا ابو مياده، وان شاء الله الف الف مبروك، انت بتستاهل قلبك أبيض. الله يبارك فيك يا أبو فياض، قسما بالله تراب الأرض صار مثل الحني بعد ما استصلحناها. إيه الله يبعث لنا أولادين الحلال اللي إحنا الثانيين ينشلنا من الهم اللي إحنا فيه. ربك كريم يا أبو متعب، ربك كريم، أتقطعش أملك من رحمة ربك. أنت وأراضيك انخصبي، بس نقصكن شوية مطر. بالمناسبة بكرة أنتوا معزومين عندي على الغذاء بمناسبة تجديد البيت واستصلاح الأرض. قدها وقدود يا أبو ميادة، إن شاء الله تظل ديارك عامرة. إن شاء الله. الله يعزك ويخليك. يا معزة هات طقم شاي ثاني. المهلي المهلي هسا نطول غدا يا أبو ميادة، جعنا يا خي. يلا يلا جاي جاي. خسا جوع يا شباب. يا الله. تفضلوا صحة وهنا. شو هاد منسف؟ ولك ليش هيك عمل يا أبو ميادة؟ شو عملت يعني؟ يعني لو عرفانين عازمنا على منسف كنا جوعنا حالنا يومين ثلاثة. طابشها كثير يا أبو ميادة، ما كانش في ضرورة، نحن ملناش غربة. كثير مثقلها يا أبو ميادة كثير. لك مدوا إيديكم هلق وكلوا هوا العم على القصة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم ميازة هاتي ماي. يلا يلا شاي شاي شاي. يا ميت أهلا وسهلا. يا ميت أهلا وسهلا. يسلموا هدي ياذا يا عم ميازة، كلوا صحة وعوافي إن شاء الله. خير يا عم ميازة؟ شبه حاسس شي مثل سيخ النار بصدري. أم ميازة أم ميازة أم ميازة. خير خير يا إبراهيم، سلامة قلبك. الله يسلمك. خذوه سطحوه على الديوان. دخلي لك البوتلي. نطلع لديك شو ما خليه يجي دخيلك بسرعة. تعال معي يا ابو فرحان. يقر شو هالحكي؟ قلت لي عامل عزيمة عنده بالبيت لك. اي والله يا سيدي، ثق لي اللي حام ابو مسعود. وان شاء الله عمك ابو مسعود معزوم عنده كمان؟ لا يا سيدي مش معزوم ابو مسعود، بس ابو ميادة اشترى خروف المنسف من عند اللحام بو مسعود. خروف ومنسف لكان؟ اي أيوة والله يا سيدي. بدي اعرف هالرجال منين بجيب مصاري وبعزقها منين؟ منين بجيب؟ بعرفش. عليك العافية يا ابو ميادة. الله يعافيك يا دكتور. ما على قلبك شر يا ابو ميادة. الله يسلمك. عليك العافية. كيف سلم يا سيدة؟ اطمنوا اطمنوا ان شاء الله خير. يعني بين شو في معه ولا بعد؟ الحقيقة قلبه تعبان شوي وبده مداراة. يا دلي يعني بده عملية؟ لا يعني للميت لحالاته ما بتنفعه العملية،
ان شاء الله ان شاء الله على الحبوب والادويه بيمشي الحال. دكتور اني باكل دسم كثير وبحب الهبر، له هالشي علاقه بوضعي يا ترى؟ لا لا ولا يهمك ابو مياده، ما له علاقه. يعني لازم يرجع على المشفى دكتور؟ نحن عملنا الفحوصات والتحاليل بالصور اللازمه وما في داعي يرجع على المشفى. يلا عن اذنكم. كثر خيرك، يعطيك العافيه دكتور. صحه وهنا ان شاء الله. على قلبك يا ام ياده. بتريد شيء ثاني ام ياده؟ بدي منك تبعتي ورا خي خليل، بدي شوفه ضروري. حاضر بيي، اسا بروح لعنده. خير، شو بدك منه؟ بدي احكي معه كم كلمة قبل ما ودع هالدنيا يا أمي إذا. هي سلامة قلبك يا بيي، شو هالحكي يعني؟ الله يطولنا بعمرك وخلينا إياك فوق راسنا. واك يا بنتي شو طول وشو قصير؟ خلاص يا أمي إذا، الرحلة انتهت، دوري بهالحياة انتهى يا بنتي، وما في حدا فينا مخلد بهالدنيا. شو يعني؟ بدي أعيش للأبد، للأبد ولك بنتي، لا يدوم إلا وجهه الحي القيوم. إسا قيمنا من هالحكي وقلي شو أعمل لك اليوم؟ شوربة رز مع البقدونس ولا لحم مدللي؟ شلونك؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وين مشوارك؟ والله رايح زور ابو مياده. قل لي شو اخباره؟ ان شاء الله حالته تحسنت. لا والله يا ابو متعب، وبيني وبينه المرض ضغطان عليه وحالته بتسرش. الله يعافيه ويشفيه. يلا يلا نروح معك. تفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهلا وسهلا عمي، تفضل تفضل. بريد فضلك يا عمي. سلامة قلبك يا ابراهيم، ما على قلبك شر يا خي، الله يعافيك. الله يعافي قلبك يا خليل. الحقيقة أنا زعلان خي، زعلان كثير. معقول تكون مرضان وأنا أدرى من العالم؟ ميادة تركينا شوي حبيبتي. حاضر بي. اسمع يا خليل، أيامي صارت معدودة وقلب المؤمن دليله، وباعتبارك خيي بريد منك تلبي لي هالطلب. ولو يا خي إبراهيم، تكرم عيونك، انت خيي الكبير وطلباتك أوامر، تكرم من عيني هاي قبل هاي. وبترجاك تخلي هالكلام سر بيناتنا يا خليل. ايه تكرم عيونك خيي، سرك كبير إن شاء الله. أنا كان عندي صيغة ومجوهرات وشوي الذهب من وقت ما تجوزت، وهذول غاليين علي كثير يا خليل، وكنت مخبيهن وما حدا بهالدنيا بيعرف قصتهن. مفهوم مفهوم. وقديش يعني بتطلع قيمتهن؟ 900,000 ليرة. ولما ضاقت علي الدنيا وتسكرت البوابة وشي، حطيتهن بصندوق ورحت لعند مختار عنكبوتة السلطان وودعتهم عنده، وعطاني 400,000 ليرة دين شخصي. الزلمي الله يبارك فيه بيحبني وإيده للخير، وضل الصندوق عنده رهن لحين سداد هالمبلغ. قلت له يا مختار إذا صار ما صار راح بعت لك المصاري مع أخي خليل. بقى أعطيه الصندوق بمجرد ما يعطيك المصاري. تفضل. وهي مفتاح الصندوق، ترجاك يا خليل، بترجاك تدفع له 400,000، وأني مسامحك ببقية المبلغ تبع الصيغة، وبيحق لك تتصرف فيه حلال زلال لقاء هالخدمة هذه. تكرم عيونك خيبو ميادة، تكرم عيونك. خلص طلبك مجاب إن شاء الله. كثر خيرك يا خليل، وهلق بقدر بقدر موت واني مرتاح.
وهذه دشيش. يا اهل الديري يا اهل الضيعه، رحموا على المرحوم ابراهيم زين الدين ابو مياده. يا اهل الديري يا اهل الضيعه، رحموا على المرحوم ابراهيم زين الدين ابو مياده. مساء الخير عمي. مساء النور. المختار موجود؟ اي موجود، تفضل. كثر خيرك. امين يا ارحم الراحمين. رحمة الله عليه وجعل مأواه الجنة. تعيش يا مختار. والله يرحم امواتك وامواتنا. وكثر الله خيرك اللي دينت خي ابراهيم وفكيت كربته. قديش كانوا الدينات يا مختار؟ 400,000 ليرة. على راسي يا مختار. وهي ال 400,000 ليرة وعدون. بسم الله. وهلق يا مختار، يعني لو منكلف خاطرك الصندوق حسب وصية المرحوم. اي تكرم على عيني ورأسي، الحق ما فيهوش مني، هيك كان الاتفاق. تسلم يا مختار. تفضل يا سيدي. يسلم يا مختار. وهي الورقة راح امضيها قدامه واعترف لك فيها بانه ارض اخوك بريئه الذمه نهائيا. انه ارض يا مختار؟ الارض تبع المرحوم خيك. شبهها؟ ولو كانت مرهونة عندي. الارض مرهونة؟ طبعا، على انه اساس دينته 400,000 ليرة لكان الارض هي الضمانة. يعني المرحوم راح نأرضه مقابل هال 400,000 ليرة؟ شو مفكر لكان؟ وانت اسا فكيت رهنها، وهي توقيعي بفكر رهن. بكره رح ابعت هالورقه لعياله حتى يفرحوا. قل لي يا مختار، تعرف شو في بهالصندوق؟ لا والله، علمي علمك، هذا اماني عندي. هو قال لي اذا اجا خيي خليل اعطيه. وزنات حديد؟ أخي العزيز خليل، سددت لي ديني وفكيت لي رهن الأرض، جزاك الله كل خير يا خيي. وبهالصورة يمكن استرجعت منك حق الأرض الأولانية يلي خلف لي إياها الوالد، ويلي جنابك لطشت مني زورا وبهتانا. إيه الله يسامحك ويسامحني، بس قلك رح تطمن روحي بانه مرأتي وبنتي رح يعيشوا مستورين من خير هالأرض بإذن الله. أخوك المرحوم إبراهيم زين الدين أبو ميادة. في شي خليل بايك؟ ما اجى موزع الجرائد اليوم؟ لا لسه ما اجى. العمى بقلبه، ايش وصل له؟ ليش تاخر كل هالقد؟ لا تاخر ولا شيء، بس انت بصلتك محروقه، شو قصتك متلهف على قرايه الجرائد اليوم؟
هلا بدي ضل افتي وعيد، كم مره قلت لك انهم عملوا معي مقابله وصوروني واليوم بدهم ينشروها؟ وعملوا معك المقابله لك لوحده؟ لا مو لوحدي، مع كل رؤساء الاقسام ومع الاستاذ طارق رئيس الشركه كمان. ها اجا يمكن. صباح الخير استاذ نزوان. صباح الخيرات، ليش تاخرت كل هالقد؟ مو بايدي استاذ، زحمه مواصلات. هات الجريده لشوف. بدك البعث ولا الثوره؟ لا هي ولا هي، بدي جريده تشرين. يلي نحصرين فيها تشكيل وزاره؟ لك شو بيعرفني؟ يلي فيها مقابلتي. على عيني. تفضل استاذ. يسلم ايدياتك. العمو ناشرين المقابلة بس مو ناشرين صورتي؟ العمى على الحظ المسخم، الكل ناشرين صورهم مع داي سمير وفريد وعبد الحميد وناصر وطارق إلا أنا. بدي أخرب بيته لهذا مصور الجريدة، يخرب بيته ما أخبار أنا بفرجي. طول بالك بجوز نسيو. ألو سيد لامح، مرحبا، أنا غزوان رئيس قسم الأرشيف والتطوير بالشركة. بالله شو عرفتني هلأ بس؟ وليش ما عرفتني قبل ما تطير صورتي من الجريدة؟ صدقني يا أستاذ أنا ما دخلني، أنا أعطيت الصور لرئيس التحرير هو اللي تصرف. وليش ما حط صورتي؟ والله ما بعرف، بس على ما يبدو ما عاد في محل بالصفحة. لك شلون ما له محل؟ شلون هلأ كل هالحكي الفاضي اللي بالجريدة وصور هالدعايات في إلهم محل وصورتي مالها محل؟ لا أستاذ خلص لا تزعل، أكيد نعوض لك إياها المرة الجاية. لك روح عنا يا، سمعت من هالكلام كتير، بس شو بده يحكي الواحد؟ يا حوينة كروز الدخان يلي أعطيتك إياه. إيه إيه طبعا، الله معك، مع السلامة. الدخان اللي اخذت له يا وطني ولا اجنبي؟ لا وطني. إيه لو كان اجنبي كان مش الحال. ولك انا يلي حارق قلبي يا بهيره انه كل رئيس قسم عنا بالشركه متصور مع مسؤول مهم شكل ومبروز الصوره وصامده فوق راسه بالمكتب الا انا، شو بيجي برطله؟ بيجي برطله شو بيجيب له يعني؟ صباح الخير استاذ غزوان. صباح خيرات. تفضل اي احلى فنجان قهوه. يسلم ايدياتك. حمدو بدي اسالك. تفضل استاذ. مو حرام هالبرواز يكون فاضي؟ بس ولا يهمك، وحياتك رح مليه باحلى صوره وبكره بتشوف. بيطلع لك استاذ بيطلع لك، ليش شو ناقصك حضرتك؟ الله وكيلك يا استاذ، الاستاذ سمير خلاني امسح صورته مع رئيس المفتشين 3 مرات، قال شو؟ خايف عليها تتغبر. معلوم يا عمي، بده اياها تلمع على اساس شوفوني ما احلاني. لا والأنكى من هيك، الأستاذ فريد قال شو؟ بده يركب لمبات صغيرة حوالين الصورة المتصورة مع رئيس البلدية. لك مشان ينور عليها، الله يعمي قلبه شو بيحب يمسح شيوخ. لكن الأستاذ عبد الحميد قال بده يكبر صوته مع رئيس الشرطة، هيك سمعته عم بيقول. بالله شو؟ مشان يخوفنا يعني؟ خذ مني رئيس الشرطة، لا بيعرفه ولا بعمره سمع باسمه، بس هو دحش حاله دحش بالصورة وتصور معه. بس أستاذ النهفة النهفة الأستاذ ناصر. الأستاذ ناصر مو متصور مع المدير العام وعلق صورته وراء على المكتب، قال بده يغير محل الصورة. لك بس بس سمت لي بدني، الله يسم بدنك انت الثاني. تأمر شيء أستاذ؟ لا ما بدي شيء. يعطيك العافية أستاذ غزوان. أهلين أمري. إذا سمحت عندكم اجتماع مع الأستاذ طارق بعد نص ساعة. مثل ما بتعرفوا يا أساتذة انه زيارة سيادة الوزير المفاجئة لشركتنا بعد يومين رح تكون في غاية الأهمية، وخصوصا انه هي اول زيارة للشركة بعهده الميمون. يعني سيادته بلحمه وشحمه رح يزور شركتنا؟ طبعا بشحمه ولحمه بعظمه يعني. استاذ وشو هي الاقسام اللي بده يتفقدها سيادة الوزير؟ كل الاقسام، لانه سيادة الوزير بيحب يطلع على كل شاردة واردة بنفسه. واكيد في غدا بعد الزيارة مو هيك استاذ؟ اي طبعا، شو قالوا لك عنا ما بنفهم بالواجب؟ رح نغديه ونحليه كمان. سيدي
أنا بقترح ناخد معه صورة تذكارية مشان ما ننسى هالزيارة أبدا. إيه أكيد أكيد، والمصور حيضل معنا طوال الوقت. أستاذ غزوان وصل لمصور السيد لامع. خليه يدخل فورا. حاضر أستاذ. مرحبا أستاذ. عرفت ليش بعت وراك يا لامع؟ ايه طبعا استاذ بعرف، سيادة الوزير جاي بكره وانا رح كون موجود هون مشان غطي الخبر بالصور. حلو كتير، ولا تنسى انه هاي فرصة العمر بالنسبة لي. ها لا يا استاذ، لا شو عم تحكي، وحياتك يا استاذنا لحتى اخذ لك احلى لقطة. عظيم، وهالمرة رح يوصلك مني كروز اجنبي وانينة عطر كمان. خلص خلص، يعني بدون ما تحكي استاذ، اعتبر انه صورة حضرتك مع الوزير صارت بقلب البرواز وملونة كمان. طيب، وشو بتنصحني اعمل مشان الصورة؟ استاذ في يعني شغلة مهمة كتير، وقت اللي بيجي وقت الصورة حضرتك حاول تطحش، طحش هيك لناح السيد الوزير، وإذا هيك إجا كتفك بلزق كتفه بتكون لقطة فوتوغرافية بتجنن. ويا ترى لازم ابتسم ولا لازم يكون وشي جدي؟ لك لا استاذ شو جدي؟ طبعا لازم تبتسم مشان الناس لما يشوفوا الصورة يعرفوا انه حضرتك مبسوط بالزيارة هيك يعني. بهيرة أنا أحلى وقفة واقفة مع الوزير هيك مثلا ولا هيك ولا هيك هيك شو بيعرفني ليكو على السؤال ليكو؟ لك فصاعة فصاعة أخ بدك يا بهيرة، لك مشتهي مرة أسألك سؤال واحد وتجاوبيني عليه دائما على قولي. ما بعرف شو بيعرفني، ما بعرف. سألنا هذا الوزير يا ترى انه احسن وقف هون على يمينه على يساره ما بعرف شو هاي ولا على هون هو لازم إلزق فيه لزق هيك هيك وقف عندك ونشكركم يا سيادة الوزير على هذه الزيارة المفيدة، وسوف تكون اقتراحاتكم نبراساً وملاحظاتكم أوامر، وأتمنى من كل قلبي أن تتكرر هذه الزيارة التي سنسجلها في تاريخ شركتنا بمداد من ذهب. والآن اسمحوا لنا يا سيادة الوزير أن نفوز معكم بصورة تذكارية سوف نعلقها في قلوبنا وليس على الجدران. تفضل تفضل. هيك ما بيصير يا شباب، ها لا تدافشوا شوي شوي
لا تأخذوا سيادة الوزير، كلهم قد يكونوا قريبين منك بالصورة. لك العمى بقلبك، شو صار بالصورة؟ يعني لو كنت عم ترسم رسم كانت خلصت. لا سيدنا، خلصت بس شو؟ ما طلعت بالصورة يعني؟ لا يا أستاذ، شو عم تحكي؟ شلون ما طلعت؟ طلعت وما شاء الله وكان عليك، بس يعني في مشكلة صغيرة. لك شو هالمشكلة بقى؟ فهمني، خلصني. أستاذ غزوان، خلص، بكرة بجيب لكم الصورة بتشوفوها. ماشي أستاذ، مع السلامة، يلا معك. شو الله لا يعطيك عافية، فوق تعبك وكسر ايديك الهي على هالصورة. لك ويني انا؟ استاذ شو ويني انا؟ هي انتو هون، هي حضرتكم، يعني هي عين وحدة، اذن وحدة، نص من خارك، نص شواربة. لك بس يعني ما قدرت تطالع غير نصي بالصورة؟ لا ويا ريت نصي اقل. شوف شلون ايدي طايرة، العمى تقول مقطوعة مو هيك؟ يا استاذ الله يسامحك، يعني انا شو ذنبي؟ يعني انتوا وقفتوا على جنب فالعدسه ما اخذتكم. ولك ياخذك عزرائيل الهي، عزرائيل ياخذك. انا وقفت على جنب ولا هذا الحيوان اللي دفشني وكان راح يجيب اخرتي هو اللي خلاني واقف هالوقفه؟ المهم استاذ نهايته، يعني هلا في كروز دخان وعطر ولا ما في؟ والله انت ما بتستاهل ربع كروز، وما راح اعطيك اياه كمان، يخرب بيتك، روحت علي فرصه تاريخيه. لك روح من وجهي هلا، روح. العمى بقلبك شو بليد؟ بليد، روح. ادخل. استاذ، هاي المعاملة للسيد محمد زنبوعة. محمد زنبوعة؟ اهلكنا هذا. استاذ، هاي مو صورة مديرنا مع سيادة الوزير؟ صحيح، بس يا حزرك انا وين؟ حضرتك مالك موجود. شلون مالي موجود بقى؟ وهذا مين؟ هاد مين هذا كان؟ ايه لا تواخذني، صدقني ما عرفتك. روحي من وشي هلا، روحي. قال ما عرفتني، قال، مع اني مبين مثل عين الشمس. هاتي، ما عرفتك. ايش عني؟ اهلين حبيبي. العافية استاذ. اهلين وسهلين استاذ، بس هي بدها توقيع. يا عيني، ان شاء الله. الف مبروك الصوره استاذ. الله يبارك فيك. شفت الاستاذ طارق وسمير وفريد وعبد الحميد وناصر معلقين وراهم بالمكتب استاذ. اوف 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 اوف، لحقوا يصمدوها كمان. ايه لحقوا. ممكن اشوف الصوره استاذ؟ تفضل. ان شاء الله، الف مبروك، والله فرحت لك من كده. الله يبارك فيك. بس وينك بالصوره استاذ؟ شلون ويني؟ ليكني طرف الصوره، شفتني؟ ايه والله، ايه صحيح، بس صدقني ما شفتك اول مره. يعني ليش هيك طالع كأنه ناشرينك بالمنشار؟ ناشريني بالمنشار؟ ولك يخرب بيتك على هالملافظ البشعة، روح تيسر من وشي، روح شوف شغلك، روح. بتأمر شي استاذ؟ روح. يخرب بيتك، والله كان لازم تطلع أحلى. ماشي الحال، بدي حطها بالبرواز شو ما كانت تكون. ما فهمت عليك، على شو انت عم تورجيني هلا؟ صورتي مع الوزير. صورتك؟ وينك انت؟ مالك مبين؟ ويني انا؟ ولك صار لي متجوزك 20 سنة وقاعد بخلقتك وما عرفتيني. شلون بدي اعرفك اذا مالك اثر بالصورة كلها؟ مالي اثر؟ وهذا مين ولك؟ هالراس لمين؟ وهالعين هي لمين؟ نص هالمنخار لمين؟ نص هالدقن لمين؟ نص هالرقبة لمين هدول؟ هلا بدك تقنعني انه نص هالزلمة انت؟ لكن انا مين وهاتك؟ بصراحة مالي مصدقة. شلون مالك مصدقة؟ كل هالملامح ما لازم يكون الا صاحب. انا صاحبها. لك يعدموني اياك يا حق، يعدموني اياك. مرتي اللي صار لي بخلقتها 20 سنة ما عرفتني بالصورة. يا استاذ الله يخليك، انا شو ذنبي؟ خلاص ان شاء الله سيد الوزير بيجي مره ثانيه على الشركه، والله يصلح غلطتي. اعيش يا قديش لينبت الحشيش، وبخاف اذا اجى الوزير مره ثانيه يجي شي واحد هيك مثل البغل ويدفشني. طيب استاذ،
شو رأيك زبط لك شي صورة طالعك فيها عم تتعشى أنت والسيد الوزير لحالكم؟ ليش هالشي بيصير؟ طبعا بصير أستاذ، ليش لحتى ما يصير؟ يعني أنا مثلا بشيل صورة السيد الوزير بمطرح وصورتك بمطرح تاني وهيك بلزقوا مع بعض وبيمشي الحال، بتطلع حلوة كتير. لا أنت هالمرة ناوي تخرب بيتي على المزبوط. طيب أستاذ غزوان، يعني هلأ بدي أقول لك شغلة، ما في قدامنا إلا حل واحد. وشو هو؟ رح صورك مرة تانية بالطول الكامل محل ما تصورت مع السيد الوزير، وباخد نصك من الصورة الجديدة مع نصك بالصورة القديمة وبلزقوا مع بعض بتطلع مزبوط. قلتك بتزبط؟ إيه؟ طبعا بتزبط أستاذ، أنا بزبط أبوها، ما تاكل هم أبدا. هلا بدي منك نفس الوقت اللي كنت واقف فيه تماما، هيك ونفس التضيع الحلوة والابتسامة الرقيقة. جاهز؟ ماشي حال جاهز. يلا تفضل أستاذ، خذ وضعك. أستاذ يلا ها جاهز حالك؟ أيوة. لا ميل شوي أستاذ، لا لتحت لتحت. أي بالعكس بالعكس. أيوة ابتسم أستاذ بالعكس. خليك خليك واحدة ثانية أستاذ، ابتسم. أيوة ابتسامة أعرف. أيوة أيوة غزوان شو صار لك؟ صرت طالب المصور من الصبح لهلا خمس مرات، طول بالك هلا بيجيب لك الصورة. مشتاق لها يا بهيرة، مشتاق لها. غريب ما حدا عم يرد بالاستوديو. بيكون على الطريق وإذا تأخر يعني شوي خربت الدنيا. ها إجا. شلوني معك أستاذ؟ شرف. هيك ها؟ هلا أنت عيني فعلا شي بيرفع الراس. يا بهيرة. إيه جاية. تعال شوفي الصورة محلاها، لا تقولي معرفتيني، شوفي. هذا بدا. إيه هلا بينت. ماشي أستاذ، تقبلها بشي تاني؟ لا ولا يهمك وبكره متحاسب. أستاذ كروز كامل وأجنبي. لا ولا يهمك أجنبي. تسلم لي يا أستاذ. سلام. سلام. معك حبيبي. مع السلامة. وشو رح تعمل بهالصورة؟ يا ستي هي رح أعمل لها برواز وأصمتها بأفضل مكان عندي وجاكب فيه الحساد. إيه تتهنى. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. تفضل. الله يرضى عليك، بدي منك أحلى برواز مشان بروي صورتي مع سيد الوزير. شوف هذا انا يا على عيني وراسي. الله يخليك. شو رايك بهذا؟ لا خفيف هان، بدي احسن احسن. طيب هذا شو رايك فيه؟ اتقل اتقل، بدي اتقل. ولك هذا سيد الوزير يا رجل، مو مسخره. الله يرضى عليك. هلا عيني. طيب هاد شو رايك فيه؟ ايه هاد معقول، ذهبي، لانه الذهبي بده ذهبي، ما هيك؟ طبعا. الله يخلي لي اياك، بس بدي اياك تستعجل لي قد ما فيك فيه. يا على عيني وراسي. الله يرضى عليك. على عيني وراسي. شكرا. تكرم استاذ. الله يكرمك. اخبار الصباح، اخبار الصباح، تعديل وزاري، تعديل وزاري، القاء القبض على وزيرين. اخبار الصباح، اخبار الصباح، تعديل وزاري، تعديل وزاري. طار الوزير. اي مو بس طار وزيرنا يا استاذ غزوان، سمعت لك كمان انه بده يحكوا لانه مدري شو لاهيط. ومو بس هيك، كمان مديرنا الاستاذ طارق كمان بده يطير لانه محسوب على الوزير القديم. الو. مرحبا استاذ. نعم. هون محل البراويز. لك امور شو بدك؟ صرت مخبركم اكثر من مره مشان تجي تاخذوا البرواز والصوره،
نعم؟ لك انت عن شو عم تحكي؟ عن شو عم تحكي؟ انا مالي عندك لا برواز ولا صورة. شلون مالك عندي؟ ما انت بنفسك جيت طلبت مني برواز لصورتك انت والوزير وذهبي كمان. ولك حبيبي انا مالي عندك شيء، والصورة يلي عندك مو صورتي، انت عم تتبلاني ها؟ بقى الاقي لك واحد تاني وتسلى فيه. الله معك، مع السلامة. تفضل استاذ. يسلم ضياتك حمدو. وديك. شو وصلت له قهوة لمديرنا الجديد؟ وصلت له. بس يا لطيف يا استاذ، يا لطيف، شو وشه ناشف بقطع رزق. لا عم. اي والله. الله يجيرنا مما هو اعظم. تبرنا بشي استاذ؟ لا سلامتك، الله معك. مرحبا. لك يخرب بيتك، شو جابك انت لهون؟ انا شو جابني لهون؟ قسما بالله 100 مرة تلفندلك وحضرتك ما ترد علي. أنا بس بدي أفهم إنه هالصورة إلك ولا مو إلك؟ أخي إلي إلي، هات الهون العنها، خود مسيك. وينك؟ لبقيت تورجيني خلقتك منوك، فهمت؟ لبقيت تجي لهون على الإطلاق. حاضر. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. المدير الجديد استاذ عبد الحسيب بده اياكم فورا. ايه على عيني، ليش لا؟ ادخل. الف مبروك يا سيدنا، الف مبروك على الاداره. الحقيقه نحن من زمان اتركي انه المقدمات. يا حاضر سيدي. بلا المقدمات هلا. قل لي هذا اللي بالصوره بتعرف مين؟ هذا ايه نعم سيدي بعرفه، هذا فريد رئيس قسم الانتاج. ايوه. الو يا شعبان، تعمل لي قرار نقل على المنطقه الشماليه باسم الاستاذ فريد. وصوره مين هي استاذ؟ هي صوره الاستاذ سمير. يا شعبان، تعمل لي قرار نقل على الباديه للاستاذ سمير. ايوه. وهي صورة مين؟ هاب. هي صورة عبد الحميد سيدي. ايوه. يا شعبان، كمان بتعمل لي قرار نقل على المنطقة الشرقية باسم الأستاذ عبد الحميد. وهي صورة مين؟ سيدي هي صورة مديرنا السابق. سيدي هذا كان من زلم الوزير المرتكب. بعرف بعرف، اطمن. هلا تقلع وصار ببيته. وهي صورة مين؟ هاي صورة الأستاذ ناصر مدير المستودعات. هذا بننقله على الأرشيف القديم. سيدي بيستاهل بيستاهل، لأنه كان عم يسرح ويمرح أيام مديرنا المخلوع. ماشي، أنت يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. دخلك؟ نعم سيدي. وهذا المقطوش هون مين؟ سألتك مين شباب؟ والله صدقوني ما عرفته منيح. بس أنا لازم أعرف. سيدي ما بيستاهل تشغلوا حالكم فيه، ما بيستاهل. وليش ما بيستاهل بقى؟ لأنه بصراحة سيدي هذا نص زلمة ما بينخاف منه. نص زلمة؟ ها؟ لك فعلا فعلا نص زلمة. هي عجبتني منك، فعلا نص زلمة. شو؟
Ha 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 ha